بينزل وادي انطلاقه من نافاس وعرضيه والمره دي جول. المره دي جول 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 ادري سيلفا. ادري سيلفا في الدقيقه 17 ضغط متواصل من جانب نادي اشبيليا وهدف تقدم من البرتغالي امامنا ادري سيلفا اللي سجل هدف الفوز في مرمى المنتخب الايطالي في الويفا نيشنز ليج منذ ايام قليله هنا خامس اهدافه بعدما سجل في مرمى رايو هاتريك وكان سجل في مرمى ليفنتي يسجل بعد 17 من نفس الخطا من نفس المساحه ولا باس ويضيع ولكن الفولو 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 ادري سيلفا ادري سيلفا ادري سيلفا اي هدف اي متعه اي روعه في اللقطه الماضيه بينقدر يبرر لنافاس نافاس يطمع ويسدد ترتد الكوره ويسجل امامنا هنا ادري سيلفا الهدف الثاني ليه في هذه الليله وهدفه اللي بيحمل في يد طبعا الاصول التونسيه لكن لعب لفرنسا مباراه وديه هنا بقى وهنا ادي لسه بنحكي عن بينيدر لسه بنحكي عن بينيدر لعب مباراه كولومبيا مع منتخب فرنسا وثلاثيه هنا في هذه الليله واي ليله ليله سقوط الكبار بعدما سقط البارسا امام ليجانس ياتي اشبيليا ويسجل بينيدر امامنا هنا ما هذه الاخطاء اين ريال مدريد في ملعب اللقاء تحولوا إلى أشباح وأي أشباح